أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لمن يفسر القرآن بما يسمى بالإعجاز العلمي، إذ أن كثيرا من الناس اليوم أصبح هذا الإعجاز عنده من أصول العقيدة. عليهم أن يتقوا الله ولا يقول على الله بغير علم، ولا يقولون هذا هو تفسير القرآن، لكن لو أنهم قالوا ربما أن الآية تشير إلى هذا الشيء من باب الاحتمال لا من باب الجزم لهان الأمر. أما أنهم يقولون هذا هو تفسير الآية والأولون اللي فسروها الأولون غلطوا، بعضهم يقول هذا، والتفاسير القديمة صارت غلط، توهيج تفسير القرآن، فهذا تجري على الله سبحانه وتعالى. لو قالوا يحتمل إن هذا يدخل في معنى الآية أو أن الآية تشمله باب التوقع لهان الأمر، لكن الجزم هذا صعب أن تقول هذا مراد الله جل وعلا. وأشد من ذلك إذا اعتقدت أن التفاسير الأولى ليست بصحيحة. نعم.